عرفنا بروحك. حسام حمدي، انفورماتيسيان دو فورماسيون اون ميتيي، وناشط في المجتمع المدني في سورتو سكي انفيرومونتال في البيئه بالاساس. بريزيدون تاع جمعيه تونيزي لوسيكلاج. كيفاش بدا الباركور نتاعك في الاسوسياتيف؟ والله سي ان كونكور دو سيركونسونس، معناتها برشا عوامل. ما كانش مبرمجه اللي باش نكون تابع جمعيه ولا باش نكون ندخل في جمعيه ولا حتى دو كري جمعيه. كنت انارشيست على الاخر، كنت ضد اي حاجه ما فيها ستركتور. وبعد مي بعد السيري نتاع دي اكسبيريونس تيقنت اني يلزم ستركتور باش تجري الكومبا الايكولوجيك نتاعك. تحكي لنا على الاسوسياسيون نتاعك اليوم. هي اسوسياسيون بدات من فعليا من 2013، بدينا ننشطوا وبدينا كيما لا بلوبار نتاع لي اسوسياسيون الكل، معناها خاطر سويت الديفايونس نتاع هياكل الدوله نتاع الانستونس نتاع لي انستونس نتاع الدوله اللي ولينا نراو في الديشي ولا يقرب من المناطق الحضاريه نتاعنا ومن الغابات ومشتو. عملنا ميثود اركايك على الاخر من الاول اللي حمله نظافه، لكن تيقنا اللي هي ما تكفيش وحدها، خاطر حمله نظافه من غير تثمين عباره معناها كالديشي هذيك نقلته من دارك انت وحطيته قدام جارك، بيسكو الديشي في اغلبهم كلهم يمشيوا للمصبات. معناها واحدة المصبات اللي عندنا في تونس هي مصبات معناها مفتوحة محلولة، معناها أي عامل طبيعي ريح ولا مطر ولا هواء يهز الديشي هذيك. خمنا في حل اللي معناها كيف عملنا برين ستورمين كيف لود صغار، معناها ما سي با ان تخوك كنا انفونتي، هي حاجة موجودة اللي هي أولا اللي المواطن ولا احنا الناس احنا ديجا مسؤولين بصيف درجة أولى على الديشي هذيك. خاطر إذا كنت تشري حاجة وبعد تخرج منها الديشي فإنك أنت أنتجت الديشي، معناها من الأول ومن الآخر أنت اون بارتي برونونت كبيره برشا في المشكل وين بارتي زاده برونونت كبيره برشا في الحل. دونك خمنا دونك خونا فيلوزوفيا لي اسي سامبل باش نخدموا على التحسيس، باش نحسوا على ثلاثه حاجات. اول حاجه باش نقصوا معناها في نمشيو للمكاتب حتى في الاجتماعات معناها مع المنظمات الاخرين مع الهيئه مع المؤسسات مع الجمعيات ديما دونك نوصلوا نحاولوا نوصلوا الميساج اللي العباد تكون واعيه بيئيا في طريقه الاستهلاك نتاعها في طريقه انتاج النفايات نتاعها. ثاني اللي خدمنا عليه هو سي لا ريوتيليزاسيون. دونك عندنا حتى في البروجي في نتاع في وسط الجمعيه عندنا سكون ابل لو ريسيكلاج معناها ولا لو اب سايكلينغ اللي هما دي زوبجي في عظمى يوليو لي ديشي نجمو نعاودو نستعملوهم في استعمالات يوميه ولا حتى بو فير دي زوبجي ارتستيك. واخر حاجه خاطر احنا باش نبقاو ديما مالغري حتى كي نحاولوا نقصوا باش نلقاو في انتاج نوفيل باش نبقاو في سيكل نتاع برودكسيون ديشي. اخر حل هو الرسكل، اخر حل ريسيكلاج، لكن بور بيان ريسيكلي il faut bien trier. خاطر المشكل اللي عندنا حتى كي تحط انت معناها تخلط لي ماتير تصعب الرسكل نتاعها. مثال صغير الورق اذا كان تحط معها الزيت ما عادش ينجم يترسكل. البلاستيك مثلا اذا كان نزيدوا شويه غبار مثلا ولا رمل ولا كذا تصعب الرسكل نتاعو. نحاولوا نحسوا العباد باش يقوموا وسكون ابيلو تري لا سورس، الفرز من المصدر، معناها الديشي نتاعي يعني قبل ما يوصل للبوباله يوصل ابار منظم وحده باش البرباش ولا احنا كجمعيه اون بو ريكوبيري. احنا زاد لا سونسيبيليزاسيون بور لا سونسيبيليزاسيون وحدها ما تمشيش، معناها عباره مثلا ولا باش نعطيو شعارات اعمل هكا الفو دوني اون الترناتيف. وذاك علاش خممنا في الترناتيف ذكيه تنجم توصل للتوانسه ونجموا نحاولوا التوانسه نعطوهم فرصه باش يقوموا الفرز نتاعهم بطريقه صحيحه. اون لي كومبيتونس في تونس بور معناها تو سكي تكنولوجي دانفورماسيون. دونك عملنا سيت ويب واللي هي عباره عن تطبيق ويب اللي لي زاديرون ولا لي فوايي مثلا معناها المنازل ولا المدارس ولا حتى المؤسسات يعملوا كونت في الريزو نتاعنا ويحطوا جيولوكاليزيسيون على المكان نتاعهم. احنا نعملوا فورماسيون صغيره ولا ديبريفينغ عمليه الفرز كيفاش تصير يوليو هما يقوموا بالفرز في ديارهم وبعد بالتطبيق هذيك معناها يعلمونا ينجموا يعلمونا اللي هما قاموا بعمل الفرز وحنا نتعداو لديارهم ولا لمؤسساتهم ولا للمدارس نهزوا الكل الديشي هذيك ونحطوه في مركز فرز اخر خاطر حتى ثم اوبيراسيون تاع فرز اخر معناها زاد راح نعملوا يا بخي اون روت سا معناها فيغ لي اندستريال ولا فيغ ليتا معناها اللي متمثله في اللونجيت. دونك اون اي دي سونتين داديرون خينا دي زونديكاب باش نكبروا اكثر بور كوفير دوت زون خاطر هي زون بيلوت نتاعنا بما انه مكونين الجمعيه من الاول هما اهالي منطقة معناها المرسى لكن فتنا الزون نتاعنا دونك في المرمى متجاودين في المرسى في حق الواد في الكرم في كرتاج في سكرة في العوينة في البحيرة. دونك هذه بيان سور حسب امكانياتنا وبيان سور اذا كان لقينا امكانيات اكبر باش نكبروا المشروع ولا حتى باش يكون عندنا اكسبيريونس باش نعاونوا مثلا شركة ناشئة ولا حتى جمعيات اخرى باش يقوموا بنفس العمل. دونك احنا ديجا اوني توجور ماناش كيما نقولوا مستحوذين على المعلومة ولا لافورماسيون. دونك نعاونوا اي حد باش ينجم يقدم بالبروجي هذا. اوني ابوبخي
سيتون في الشهر معناها منو فايت تراسكل خلقنا 4 مواطن الشغل بصفه دائمه وبسي ان اس اس وفيها الامتيازات معناها اللي يستحقوها العمال نتاعنا الكل وفيهم الاربع 50% معناها من البيرسونيل معناها نساء دونك اون افونس قاعدين نحاولوا نكوفريو اكثر قاعدين نحاولوا نوصلوا لمداس اكثر متيقنين ان الحل بالنسبه للنفايات في تونس هو الفرز من المصدر او اوبليجي باش نمشيو عليه خاطر الطريقه قاعدين نصرفوا فيها في تونس في النفايات طريقه غلطه طريقه بدائيه طريقه غير صديقه للبيئه طريقه مضره بالبيئه وبالصحه واحنا اخر حاجه نحبوه للتوانسه ينضروا بصحتهم ولا بيئتهم لذا مهم برشا اللي يصير انخراط وطني في سكون ابل تريلاسوس نعرف تاخذ وقت اما يلزمها استراتيجيه واضحه يلزمها نوصل لمدارس اكثر يلزم يكون في مناهج التعليم اكثر يلزم الصغير يلقى طريقه في الفرز نتاعو في وسط المدرسه في وسط المحيط باش احنا البروجي نهار اخر تونس تولي كلها فيها سيستيم دو جيستيون دي شي اكزومبلير اذا كان نحبوا نجموا ان شاء الله. شنو هي الدعم اللي تلقيتوه؟ من الأول صعيبة أما راهو ما تنجم تبدأ تخدم بروجي من غير دعم ماهيش حاجة سهلة لكن من الأول في الأيامات الصعابة بصراحة ثم من الأول ما لقيناش الدعم اللازم لكن بعد ثم دي بون كونسيونس معناها كسوا من الممولين ولا حتى من بعض الشركات الصديقة للبيئة ولا حتى من المواطنين أنفسهم معناها دونك هذاك علاش البروجي استمر معناها ساشون اللي ثم شكون حتى من الأول كي بدينا طرحنا المشروع ثم شكون حتى مسؤولين في الدولة قالوا لنا صعيب برشا كان تنجموا توصلوا به الحاجة معناها لكن احنا وني كخوايي وهذا المهم برشا دونك اون افي بروف دو بيرسيفيرونس متيقنين اني ما عندناش حل اخر امثل حل في الوقت الحالي اللي هو الفرز من المصدر دونك الدعم جاب اشكال مختلفه دعم راه ما نحكوش راه فلوس بركه معناها مش يجي يعطي فلوس لا حتى الدعم حتى اذا كان مواطن في داره ويقوم بالفرز الصحيح هذا كان احنا نسموه شكل نتاع دعم المشروع اذا كان مثلا مواطن يجي يرافقنا في حملاتنا معناها حملات تنظيف وتثمين نفايات هذاك دعم في حد ذاته كل واحد يعاون باللي يقدر ماهيش راهو يلزم مثلا معناها تحط فلوس راك ساي انت كنت صديق للبيئه معناها جو بريفير عبد يقوم في داره بالفرز الصحيح ويحاول يكون مسؤول في طريقه استهلاكه كو مثلا يعطي فلوس ولا يعطي تبرع وبعد يخرب هالبيئه هذاك مش معقول معناها ونرفضوا احنا حتى كممارسه. الاسوسياتيف سي ان ترافاي ديكيب والا كما يقولوا في الاخر تلقى روحك وحدك؟ ترافاي ديكيب يد واحدة عمرها ما تصفقش معناها ممكن انا اليوم نمثل معناها مئات الناس اللي جات طوعت معناها في صلب الجمعية معناها ممكن نحكي باسم معناها ماهيش عبد بركة ولا واحد بركة هي خدمة متاع مجموعة وكل واحد سويفون معناها امكانياته سويفون شنو هو طاقاته انا حتى في الطريقة متاع العمل متاعنا كي نقسموا ليزاكسيون نعطيو حسب المهارات متاعنا حسب المكتسبات اللي عند الاشخاص اللي عندنا بالنسبة للفيلوزوفي متاعنا اللي فات هو يتصرف بيئيا بالطريقة الصحيحة في حد ذاته هو ديجا دونك انا باور لينا احنا معناها وللبيئه ولتونس بيان سور. الاسوسياتيف والتطوع انجاجمون تاع كل يوم تاع حياه كامله مش تاع كل يوم سي انا نسميها نشبهه تاع ان كونترا ادي دوري انديتيرميني وفورسي زيد معناها مش معناها تكون صلب ستركتور ولا في البيرو اكزيكوتيف مي جوست انت ثم ان نتاش مورال بينك وبين الجمعيه وحتى احنا كي باش نمشيو باش يكون مثلا عباد اخرين باش يمثلوا الجمعيه لكن باش تبقى بيان سور معناها باش تبع وباش تبقى تعاون معناها ما في حاجه ماكش الواحد ماهوش باش ينحي خشمه من وجهه ممكن نحكي على شخصي مي انا بالنسبه لي انا حاجه معناها الاخر من معيني معناها باش نبقى انجاجي معناها ما عندي حتى حل اخر. البينيفولا ايبانويسمون بالنسبه ليك؟ ايبانويسمون وي في ثم حاجات فيهم ايبانويسمون ثم حاجات تتعب فيهم خاطر البدن ساعات البدن ولا المخ عنده طاقه نتاع تحمل باش نعمل جو نعمل برشا جو ما نكذبش عليك نتعب ساعات نتعب اما تعب مخلوف كي يبدا ثم حتى ريزولتا صغير ولا ثم نلقى دي جون مازالوا يجيو يحبوا يعاونوا نلقى ناس انجاجي دونك تعب الكل ماهوش مزيره مي بارفوا ممكن نحكي انا هكا خاطر وصلنا للمشكل البيئي في تونس في العالم عموما وصلنا لطاقه ما تنجمش تحملوا اكثر لكن اوبليجي باش تكون ثابت سينو اذا كان باش نخدم عام ولا ونسيب كل شيء ولا باش نكون مثلا عندي مبدا مثلا بعد كمل عام مريقل بيئيا مريقل وبعد نلقى روحي نشرب في جازوزه بالباي ولا نستعمل ساشي بلاستيك يا خيبه المسعى وقت دونك سي ان انجاجمون بور لا في معناها هذاك هو بالطبيعه تعمل جو لوسكون في لا بون شوز الانسان بطبيعته وقت يعمل حاجه يحسها هو صحيحه وكذا يرقد مرتاح انا من الناس بون ما نرقدش برشا اما كي نرقد مرتاح الحمد لله بالنسبه للعمل التطوعي اون جينيرال هو كيف ما هو عمل تطوعي اول حاجه لازم يفوق خواغ يلزم ايضا تكون منفتح وعندك قابليه باش تحسن وباش تسمع دونك ديما يفو توجور سو ميتر ان كيستيون بيرسيفيرونس مهمه ياسر يؤسفني اللي في تونس اللي في بوكو دو بونز انيسياتيف مي فيسع ما فدوا ومشاو عملوا حاجه اخرى ولا مشاو مالوغوزمون يلزم تمن بها يلزم تكون بيرسيفيرون لاخر لحظه تفولغاريز اكثر معناها الميساج بتاعك
ساعات تبدا كوز ماهيش مفهوم، تبدا مثلا كوز تبدا فيهم دي نيونس خايبين. بالنسبه للكونتكست نتاع تونسي ساعات نجيو نحاولوا باش نامبوز ان تروك ولا ان كور اترونجي ميم سي حتى هو يكون بينيفيك في وسط المجتمع التونسي وكذا، مي نجم يصير روجي. احنا عمرنا كامل يعلموا فينا نظافته من الايمان والوسخ من الشيطان. اون بون بارتي من تونس قربنا للشيطان اكثر، معناها سامحوني في الكلمه، مي مهم ياسر اللي نشوفوا خطاب مثلا اللي يفهموا اللي في المدينه، اللي في اللي في الريف، اللي في حي شعبي، اللي يقرا اللي ما هو ما يقراش. يلزم تولي طريقه نتاع مود دو في، كونسيبت دو في. باش نوصلوا هذا معنا حتى حل كان ان بلان دو كومونيكاسيون فولغاريزي واضح وذكي بيان سور.